السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في القناة ديالي. فيديو جديد اليوم واللي غادي يكون على العادات اللي انا بديت كنديرها وغيرات حياتي، واللي حتى نتوما الا درتوها غادي تغير حياتكم للافضل. طبعا اول عادة باش تغيروا حياتكم خاصكم ضروري تخططوا لهذا التغيير. فاول حاجة هي التخطيط اليومي. ضروري ما يكون اليوم ديالي مخطط وعارف شنو غادي ندير فيه من الصباح حتى الليل. ضروري ندير واحد المخطط يومي في الليل قبل ما ننعس، وإلا ما قدرتش نديرو داز الوقت ولا شي حاجة نديرو في الصباح من الانفاق، لأنه هو البوابة باش تغير الأيام ديالك، وبالتالي غادي تغير الحياة ديالك للأفضل طبعا. فالتخطيط اليومي ضروري ندير شنو هما الواجبات اللي عندي اللي كنديرهم ونخصص لهم أوقات، وأوقات الفراغ ديالي ندير الأشياء اللي كتلهمني. مهم أن اليوم ديالي من الصباح حتى الليل يكون مخطط ومدروس. علاش؟ باش ماشي يدوز النهار يدوز وقت وانا ما درت والو. بعد مرات كيدوز نهار كامل وانا ما درت والو. علاش؟ حيت ما فراسي حتى شي حاجه، ما مخطط لحتى شي حاجه، والفكره ما كطيحش عليك سيغ بلاس انك ديرها. شحال من مره كيسالي نهار كتقول اوه كون غير درت كذا كذا كان عندي الوقت باش نديرها. علاش؟ حيت ما كانش عندك مخطط، والعقل راه كينسى، ما يمكنش كلشي يبقى في العقل. ما يمكنش اي حاجه درتيها بغيتي ديرها تلقاها في عقلك. العقل كيف ما قريت في واحد الكتاب، العقل دار باش نفكروا ماشي للتخزين. دونك ديما تكون عندي اجندا داير فيها مخطط اليومي ديالي كامل باش نبقى توجور برودكتيف. ديما عندي ما يدار، واخا تكون اشياء اللي خاصه بيا هوايات ولا هذا، مي المهم كنديرها على قبلي، حيت الا ما درتش بحال هكا غادي نكون داخل في المخططات ديال الناس اخرين. يعني تكون جالس ما عندك ما يدار حيت ما دايرش مخطط، ساليتي واجباتك، جالس كيجي عيط لك اي واحد كتمشي معاه المخطط اللي هو دايره. ماشي مشكل هادشي، ولكن حتى انت خاصك تكون مخطط ليه. اذا كنت تخرج مع واحد الانسان اللي كي ينفعك زعما في الخرجه معاه، طاقه ايجابيه معاه، كلشي مزيان، مي تكون انت مخطط لهذا الشيء. يعني نهارك ديالك انت اللي غتعرف نهارك اشنو غادي دير فيه. ثاني حاجه، الابتعاد عن كل ما هو سلبي. اي حاجه غادي تضيع ليا الطاقه ديالي من ناس، من اشياء، من اي حاجه فيها غير طاقه سلبيه اللي ما غادي تنفعني في حتى شي حاجه، حيدها، ما عندي ما ندير بها. الناس اللي دايرين بيا الا كانوا شي ناس اللي ما كنستافد منهم والو، لا معنويا لا ماديا، ما كاينش حتى شي حاجه ايجابيه، كنحيدهم. ما قدرتش نحيدهم بمره، كنبدا نقص شويه بشويه. الا عندي صديق ولا شخص في العمل ولا هذا، ماشي ضروري نبقى محتك به طول الوقت. الا كان ما كينفعني لا معنويا لا ماديا، ماشي ضروري نبقى محتك فيه دائما. حاول نبدا نبعد بشويه 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 حتى كنلقى ليسباس ديالي. حاجه اخرى هي اي حاجه سلبيه من غير الناس، السوشيال ميديا ولا هي من غير الناس، زعما ما كنتعاملش مع الناس ديريكتومون، مي في السوشيال ميديا وي كاينين الناس، مي كتبقى شنو البرامج اللي انت متبعه، ولا شنو لي شين اللي انت متبعهم، ولا شنو لي كونط اللي انت متبعهم مثلا في انستغرام. حاجه ما كتنفعني في والو، اولا حاجه فيها طاقه سلبيه، فانا ما عندي ما ندير بها. نتبع ناس اللي عندهم طاقه ايجابيه، ناس اللي غنستافد منهم من شي حاجه، مثلا شي هوايه كتعجبني واحد الشخص كيديرها فمزيان، هذا الشيء غادي ينفعني انايا. عمل كنديرو واحد الشخص حتى هو كيديرو، مزيان نستافد منه. اي حاجه غادي نستافد منها واخا تكون بسيطه راها مزيانه، اذا كان هذا الشخص كيديرها في السوشيال ميديا ولا مواضيع تكون مهمه غادي نستافد منها. اوكي، اي حاجه سلبيه ما عندي ما ندير بها. شي ضحك، الضحك شي حد كيضحك مزيان، تبعوا شخص كيضحك غادي ينفعكم انكم غادي تكونوا كضحكوا في حياتكم. ولكن مضاربات، مسابات، اشياء تافهه فارغه وطاقه سلبيه فابور منتشره بارتو، فهاد الشيء ما غادي ينفعكم في والو، غير كيجر لكم وكيمص لكم الطاقه ديالكم، انكم سوا كتفاعلوا معاه بمشاعركم او لا داكشي مثلا ما يعجبكمش وكيستفزكم او لا شي حاجه اللي كتضيع عليكم غير وقتكم. دونك بالنسبه ليا هاد الاشياء مضيعه للوقت، مضيعه للطاقه، استنزاف للطاقه وتضيع للوقت. يعني نشوف الحوايج اللي غادي يفيدوني باش انا حطيت فيهم وقتي، فانا عندي واحد لو روتور، سواء طاقة إيجابية، سواء مواضيع مهمة اللي غادي نستفد منهم. دونك
حاولوا ان السوشيال ميديا ديالكم ديروا لها واحد التنظيف، عاودوا غسلوها. اشياء اللي كتهمكم عمليا او مهنيا هي اللي نتبعها، اشياء اللي كتفيدكم معنويا نتبعها، اشياء اللي ايجابيه واخا تكون ما عندكمش بها علاقه ولكن كتعطيكم طاقه ايجابيه هي اللي نتبعها. اي حاجه من غير هذا الشيء نحيدها، حيت ما عندي ما ندير بها، غادي غير تمرض ليا حياتي. فانا اي واحد نشوفه غير شنو متبع في السوشيال ميديا، شنو كيطلع ليه ديما، شنو كيشوف ديما، انا عارف حياته كيفاش دايره، هذاك الشيء راه كيأثر. اي حاجه كتبقى داير بالك معاها وهي اللي متبعها وهي اللي كتشوفها، فكات هي حياتك، هي تساوي السوشيال ميديا داك الشيء اللي متبعو كيساوي شخصيتك انت. فنحاول نبدل هذه العاده لانها مهمه بزاف 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 وغادي تغير لكم حياتكم. ثالث حاجه الاعتناء بالجسد ديالكم، لانه هو فين نتوما كتعيشوا، الجسد ديالكم هو فين روحكم كاينه وفين ذاتكم كاينه. نتهلا في الجسد ديالي باكل صحي، لانه كيستاهل انه ياخذ اكل صحي، ما كيستاهلش انا ندمروه. بغينا ناخذوا اشياء فاست فود وهذا ناخذوها مره مره، فكل شيء يكون باعتدال. كنظن كدويت على فيديو ديال الكسل والخمول، ودويت على التغذيه يعني دويت عليها بزاف بالتفصيل، فوالا مشات لي الكلمه. فنحاول ان التغذيه ديالي ما تكونش غير سكريات وغير فاست فود وغير الحوايج المقليين، لان هذا الشيء حتى هو كيستنزف الطاقه في الهضم وكيخلينا انسولين طالع، فكتحس بالخمول وكتحس براسك عيان توجور. فالماكله حتى هي كتنشط الجسم، فنحاول بعد الماء نشرب الماء، نشرب الماء على قد ما قدرت، لان الجسم الجاف حتى هو كيكون كيتخثر الدم وكيكون صعوبه باش تدوز الدوره الدمويه وباش يوصل الدم للدماغ، فكتحس براسك خامل وكتحس براسك كتحس بداك الكسل وبالعياء. فنحاول الماء نشرب على قد ما قدرت، والماكله ديالي تكون غنيه بالالياف، ناكل الخضره مزيان، تكون غنيه بالبروتينات والدهون الصحيه. دونك نحاول نتهلا في الجسد ديالي، وملي كنقول الجسد ديالي فما نساوش الرياضه. فالرياضه كترفع اللياقه ديالكم، كتخليكم ديما ناشطين، كتعاونكم في الصحه الجسديه ديالكم. يعني واخا نهضر بزاف ما غاديش نكمل، فنحاولوا اننا نتهلاو في الجسد ديالنا عبر التغذيه والرياضه وحتى النوم. ملي كنقول النوم فدويت على هذه القضيه حتى نيت في الفيديو ديال الكسل والخمول، كنت ذكرت لكم باللي النوم مهم 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 بزاف وفي الوقت المناسب. يعني نحاول ننعس بكري، لان اعضاء الجسم كدير الديتوكس ديالها في اوقات معينه في الليل، ماشي ننعس حتى 4 الصباح حتى 3 الصباح. نحاول ننعس ديما بكري ونفيق بكري باش نكون ناشط، لان كل ما فقت بكري كل ما غادي نكون ناشط وما يكونش فيها الخمول. رابع حاجه وهي التامل. ملي كندوي على التامل فانا ما كندوي على حتى شي ديانه ولا حتى شي حاجه من هذا الشيء. التامل ممكن تمارسوه كيف ما كانت ديانتكم، كيف ما كنتو ممكن انكم تمارسوا تامل. فهذه غير بعض الشائعات وبعض الهضره اللي ما مفهومش ولا بنادم ما فهمهاش وكيهضر عليها. فالتامل ما عندوش علاقه غير بالبوذيين، البوذيين كانوا هضروا عليه بزاف. نعم الديانه البوذيه واخا هي ماشي ديانه اصلا، هما اللي كانوا كيهضروا على التامل بزاف، ولكن التامل راه دائما كاين، ومني بدا الخلق وهو كاين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في الكهف وكان كيتامل ملي نزل عليه الوحي. فالتامل واحد الحاجه مهمه بزاف اللي كتخليك انك تاخذ طاقات من ديال الكون كامل وتستفد من الطاقات ديال الكون. وحاجه اخرى هو ان التامل كيخليك تخوي الذهن ديالك، لان العقل ديالنا دائما كنفكروا، دائما ملي كنحلوا عينينا في الصباح حنا كنفكر فكر 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 فكر، واخا ما كاين ما يدار كتبقى تفكر شنو غادي ندير، شنو داز عليا، تفكر ايستوار دازت هذه 10 سنين، كتخيل عاوتاني شي حاجه اللي غادي طرا 10 سنين. المهم ديما خدام العقل، دائما خدام، ما كيرتاحش وما كيبغيش يرتاح الا ما حاولتيش انك انت توقفوا بزز منك. وهذا الشيء كيستهلك واحد الطاقه كبيره 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 بزاف. كل ما خدنا درنا التامل، كل ما الذهن ديالنا كيرتاح، كل ما كنحسوا بالسلام اكثر، كل ما كنستقبلوا افكار افضل. فملي كنكون كنفكر بزاف فما كنخليش راسي ان تخرج ليا واحد الفكره جديده فانني نبدع في واحد الحاجه. دونك حاولوا ديروا التامل، لان التامل من بين اهم الاشياء في هذه الحياه هي التامل. يعني بنادم ما واخدوش جديا
وما عارفش بالقيمه ديالو داكشي علاش، ولكن فريمون التامل شي حاجه اللي مهمه 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 بزاف. الا بغيتي تعيش حياتك بسلام، بغيتي تعيش حياتك بهدوء، بغيتي تعيش حياتك بافكار زوينه، بغيتي تعيش حياتك بابداع، بغيتي تعيش حياتك وانت ما كتعصبش بزاف، بغيتي تعيش حياتك وانت ما كتوترش وبعيد عن الاستفزاز بعيد عن القلق والتوتر، فمارس التامل. كاين واحد المثل كنت قريته كان كيقول خاصك دير تامل واحد 15 دقيقة كل يوم، الا كنتي مشغول ديرها ساعة كل يوم. يعني راه انت اللي مشغول ومتوتر وعندك ستريس وما كتساليش، انت بالضبط 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 اللي خاصك تامل اكثر من اي شخص اخر. فالتامل كيف قلت لكم عنده فوائد عده 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 عده. التامل في الاول صعيب، ما كيقدرش الواحد يديرو، حيت صعيب انك تخوي عقلك وما تفكر في والو، لان من النهار تزاديتي وانت مولف ان العقل ديما خدام. فنحاول انني نكون في شي بلاصه اللي تكون هادئه، وواخا نديرو غير 5 دقائق باش نبدا، واخا غير دقيقه غير باش نبدا. ديما في البدايات خذوا اي حاجه سهله، فمن بعد غادي تبداو تعودوا عليها. فالتامل هو انني نجلس اولا نكون مسكي اي بوزيسيون، ماشي هذا هو المهم. المهم هو كتخوي عقلك، كاين حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما كتدور في الدماغ، حتى شي حاجه ما تحاضيها، ما مركز مع حتى شي حاجه، فقط الهدوء التام. هذا هو التامل، سهل وصعب في نفس الوقت، ولكن الا درتو غادي تلاحظوا الفرق. خامس حاجه واللي حتى هي كنعتبر مهمه بزاف هي قراءه الكتب. كنا عارفين اهميه قراءه الكتب، ولكن ما تعرف بقيمتها واهميتها حتى تبدا تقرا، وماشي من الكتاب الاول. يعني من الكتاب الاول تقدر بعض الافكار اللي تجيك مهمه، ولكن ملي تقرا بزاف الكتب من بعد غتلاحظ ان انت تصرفاتك بدات كتغير، طريقه التفكير ديالك بدات كتغير. فنحاولوا دائما اننا نقراو كتب على قد ما قدرنا. ما قدرتوش تشريو شي كتاب نتوما باغينو، كاينين كتبه في يوتيوب، كاينين دي زابليكاسيون ديال الكتابه، كاينين كتب مسموعه غير كتصنت ليها. هي زوينه القرايه انك تشد كتاب وتقرا، ولكن اللي ما عندوش وقت ولا هذا يبدا بعدا بكتب مسموعه. كاينين في يوتيوب، كاينين دي زابليكاسيون، كاينين دي بي دي اف كتيليشارجيهم باش تقرا الكتب اللي بغيتي. فهاد الشيء كنعتبره مهم مهم بزاف، الكتب اللي بغيتو. وبالنسبه ليا كتب، كاينين كتب مهمه بزاف ديال تنميه الذات وتنميه الوعي، فهاد الشيء مهم مهم بزاف لانه فريمون غادي يغير حياتكم. وانتم هاد الهضره ماشي اول مره سمعتوها وعارفينها ومتاكدين منها، ولكن فاش كتمارس يعني تحدث الفرق. العاده قبل الاخيره وهي ممارسه الهوايه ديالك. تمارس الهوايه ديالك على حسب شنو هي الهوايه ديالك وكيف ما كانت، واخا انت تشوفها انها غير مهمه او كنتي كتمارسها غير فاش كنتي صغير، غير بدا ديرها. هاد الهوايه ديالك هي الحاجه اللي انت مفطور عليها، يعني واحد الحاجه اللي خلقها فيك الله، فما خلقها فيك الا وكاين سبب. هذه ديالك، الملعب ديالك، يعني واحد الحاجه اللي تعطات ليك، يعني ما يمكنش انك تفاداها، ما يمكنش انك تخليها هكا، لان فاش كتمارس الهوايه ديالك فبحال كتحل لك واحد البيبان بزاف. يعني ممكن انك تخدم بها، مي دابا الا كتشوف مثلا ان لا ما نخدمش بها، ماشي شي حاجه مهمه، ما نقدرش نديرها دابا ولا هذا، ديرها غير بينك وبين راسك. هاد الهوايه ديالك ديرها غير بينك وبين راسك، بما انك انت تزاديتي بها فهي ديالك، يعني كاين استفاده من وراها معنويه او ماديه. المهم انها هاد الهوايه معطيه ليك حاجه ديالك انت، بصمه ديالك، دونك خاصك تخدمها. حاجه عطاك الله استغلها، ما تلوحهاش، استغلها واخا ديرها غير بينك وبين راسك، بدا تخدم بها. فكيف قلت لكم ممكن انك من بعد انك تخدم بها وتكون كتدخل لك شي حاجه ماديه، ممكن معنويا تفيدك. يعني ملي تكون انت كدير الهوايه ديالك فانت كتخوي دماغك من اي حاجه ماديه اخرى كاينه في الحياه، ولا اي مشاغل اخرى كاينه في الحياه، وكتبقى مع الحاجه اللي كتحل الروح ديالك، شي حاجه اللي انت كتعبر بها على راسك. فممكن ديرها غير بينك وبين راسك، غير بدا بها، ما تعرفش من بعد شنو غادي تحل لك. فهي البوابه ديال بزاف الحوايج،
غير خليك معها وبقى تمارسها وقت ما بغيتي. دير لها واحد المخطط حتى هي، اذا ما كنتيش تقدر ديرها يوميا ديرها مره في السيمانه، مره في جوج سيمانات، مهم شوف انت اللي يناسبك، غير مهم ما تهملهاش، فهي ديالك تعطات ليك استغلها. اخر عاده وهي نعود راسي او لا عود راسكم على انكم تبغيو راسكم. حب الذات لا مشروط، بغيو راسكم بدون شروط، ماشي حتى تنجحوا عاد بغيو راسكم، ماشي حتى تخدموا واحد الحاجه عاد تبغيو راسكم، بركه من جلد الذات. بغيو راسكم وحبوا راسكم بدون اي شروط. يعني ملي تغلطوا دوي مع راسكم قولوا انا غلطت بلا ما نديرها اكسبري، او لا انا غلطت ودرتها اكسبري ولكن ما كنتش عارف، او لا فعلا غلطت. كونوا بعدا كونوا اونيت مع ريوسكم، يعني تقبلوا اي حاجه درتوها وكونوا اونيت مع راسكم، ماشي تهربوا من ريوسكم. انا غلطت وفعلا انا بغيت ندير هذا الشيء عن قصد، حيت بان ليا كذا وكذا 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 على حساب شنو لا سيتوياسيون، وانا دابا فعلا غلط وكنسامح راسي وغادي نتعلم انني نديرها بالطريقه الصحيحه. ديما نحاول انني نصحح من راسي ولكن بدون تانيب وبدون جلد الذات، ديما نبغي راسي. ما تسنوش ان الناس يبغيوكم وانتوما ما كتبغيوش راسكم، اولا ما تسنوش غير الناس اللي يبغيوكم فقط، خاص نتوما دابور تبغيو ريوسكم باش تعطيو واحد القيمه لراسكم، عاد ديك الساعه الناس راه غاديين يبغيوكم. راه كيف ما كتعاملوا راسكم كيف ما الناس كيعاملوكم. دونك حاولوا انكم تبغيو راسكم في كل سيتوياسيون درتوها، فيما تبغيو تنعسوا ديما شوف النهار كامل شنو داز فيه حاجه زوينه، شكروا راسكم عليها. ما تتسناوش الشكر من الناس، لان كل واحد غادي يعاملك بالطريقه اللي هو داير، هو كيفاش داير، واخا يكون انسان جيد هو كيفاش داير، كاين اللي غادي يشكرك كاين اللي لا، كاين كل واحد كيفاش غادي يدير، ولكن انت بعدا نفسك تستحق منك هذاك الشكر، نفسك عليك حق، راه انت خاصك بعدا تشكر راسك ضروري، يعني راه نفسك راه ديالك انت، اول واحد جدير بانك تشكرها. دونك اي حاجه ندوز لا ليست ديال نهاري كامل شنو داز، هادي كانت مزيانه دونك برافو انت مزيان انت انت زعما هادشي اللي درتي انا كنقدره، وما تقولوش هادشي تافه ولا هادشي، بالعكس هادشي غادي يغير بزاف الحوايج فيكم وغادي يزيد بكم في الوعي، انكم تطلعوا الفوق بالوعي ديالكم. فاول حاجه نشوف شنو درت بعدا، نكلاسي الاشياء اللي درت، هادي مزيانه هادي ما مزياناش. ثاني حاجه التقبل، انا غلطت في هاد القضيه، غلطت فيها، عارف بلي انا غلطت بقصد او بغير قصد، انا غلطت. والانسان طبعه كيغلط، ما كاين حتى شي انسان ما كيغلطش باش انت غادي تقول على راسك لا ما غلطتش، كل نهار كتقول لا ما غلطتش، امبوسيبل، ما كاينش شي واحد ما كيغلطش. غلط اصلا خاصنا نديروه باش كنتعلموا وغادي نديروه، ماشي زعما شي حاجه اللي انت مخير فيها انك ديرها ولا لا، ضروري مع تحط في دي سيتوياسيون اللي غادي تغلط فيهم لانك انسان والانسان بطبعه كيخطا. هذه حاجه طبيعيه اللي خاص واحد يتقبل راسه ويتقبل ذاته عليها، وي انا غلطت في هذه القضيه انا كنعترف. فاساس واهم حاجه باش انك تغير للافضل هو التقبل دابور، نتقبل والاعتراف، الاعتراف بالخطا هو باش الواحد كيتغير. اذا ما اعترفتيش بواحد الحاجه كيفاش غادي تغيرها، كيفاش غادي تحسن صورتك للافضل، وكيفاش غادي تغير راسك للافضل اذا انت ما كتقبلش بعض الاشياء وما كتعترفش بهم. دونك نعترف بالاغلاط ديالي، اي واحد كيغلط كنديروا حوايج زوينين وكنديروا حوايج خايبين عادي جدا، حنا ماشي ملائكه وماشي شياطين، دونك غادي نغلطوا وغادي نديروا اشياء اللي مزيانه بقصد او بغير قصد. دونك كنحط قدامي الاغلاط اللي انا درتها سواء كانت بسيطه او لا اغلاط اللي كبيره، وي انا غلطت الاعتراف، كيفاش غادي نصلح هذا الغلط بكذا وكذا وكذا وكذا، دونك غادي نصلحو، ما كانش ممكن انا نصلحو دونك سي ترو طار، حتى هو ماشي الندم عايش حياتي كلها وانا ندمان، لا التسامح مع شنو الاشخاص اللي غلطت معاهم،
الا ما بقاوش هاد الاشخاص ماشي مشكل، كنطلب السماحه من الله، كنطلب السماحه من راسي، لان اهم حاجه كيف قلت لكم نفسكم بعدا، ما تنيجليجيوهاش نفسكم بعدا. كنطلب السماح من راسي، كنطلب السماح من الله، كيفاش غادي نغير اولا كيفاش غادي نتبدل. سواء هذاك الشيء الا كان ممكن انه يتصلح نصلحه، ما كانش ممكن انه يتصلح دونك انا كنصلح في شخصيتي باش مره اخرى ما نديرهاش، وكنتعلموا. ومن هنا المثال ديال من الخطا نتعلم. هذا الشيء باش دار الخطا كيعطيني العبره قدامي، سواء انا كنكون داخل فيها، سواء كتكون خطا ديال انسان اخر وكنشوف وكنتعلم. دونك كيكون خطا قدامي تا 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 دونك تعلمت منه هاد القضيه صافي دخلت الراس، ومره اخرى ما نديرهاش. علاش؟ حيت اعترفت راسي ودويت مع راسي وسامحت راسي صافي. دونك مره اخرى غادي تكون كلشي الصوره باينه واضحه قدامي، وغادي ندوز لايطاب اخرى اللي فوق منها. مي كاغلاط راه كاع كنغلطوا، دونك حاول نكونوا متسامحين مع راسنا ونبغي وراسنا بدون اي حاجه. كيف قلت لكم الحب لا مشروط، ماشي كنبغي راسي حيت خدام، ماشي كنبغي راسي حيت لاطاي ديالي، ماشي كنبغي راسي حيت شكلي، ماشي كنبغي راسي. هادشي كامل كتبقى اشياء ماديه، راه الجسد ديالي شيء مادي، انا من الداخل انا الروح ديالي خصني نبغي راسي انا كذات وكروح اول حاجه. عاده كنبدا نخرج الاشياء الماديه والاشياء اللي باينه والاشياء اللي الجسديه والماديه. دونك ديما بغيو راسكم بدون شروط، ديما تبغيو راسكم وتتعاملوا مع اي سيتوياسيون بوعي. هذه مزيانه كنشكرك عليها تقدير، برافو. باش حاجه اذا شكرتيها كتزاد. هذه حاجه خايبه، مره اخرى نسامح راسي نعترف بها، ومره اخرى غادي نغيرها غادي افضل. هكا باش الانسان كيزيد الوعي ديالو، باش كيتحسن بصوره افضل، حيت كيحط قدام كلشي، يعني كيكون كتاب مفتوح قدام راسو. هاش كاين واش كاين واش كاين واش كاين، ماشي تهرب تهرب تهرب، دوز حاجه اخرى حاجه اخرى حاجه اخرى وغير تهرب. لا، نحط قدامي الواقع، نعترف، نكون انسان اللي واعي وقوي انني كنواجه الصعوبات ديالي والمخاوف ديالي. بهذه الطريقه باش كيتزاد الوعي الفوق والفوق والفوق. دونك بغيو راسكم بدون شروط. هاد العادات الا درتوهم كونوا متاكدين ان حياتكم غادي تتغير للافضل. كل ما هو سلبي غادي يتحول انه يكون ايجابي، وكل شيء غادي يبدا يتغير بشويه بشويه نحو الافضل. طبعا اي حاجه بغيتوا تبداو بها جديده سيروا بشويه بشويه، قدرتوا تمشيو ليها دغيا كان عندكم يعني كل شيء متوفر باش ديروها مزيان. ما كانش وبانت لكم صعيبه لا بلا ما نديرها، لا، كونوا قويين وبداو بالحاجه غير بشويه. الرياضه الا ما كديروهاش 5 دقائق 10 دقائق في النهار ولا 2 فوا بار سيمين كافيه كبدايه، كبدايه كلشي مسموح، غير باش تبداو، لان هذيك البدايه هي اللي صعيبه. اون فوا الحاجه كتولي عاده فكتولي سهله، وكنمشيو فيها كنتعمقوا فيها اكثر واكثر واكثر. فالبدايه هي اللي كتكون صعيبه، حتى بالنسبه للقرايه ديال الكتبه، حتى بالنسبه لاي حاجه، البدايه اللي كتكون صعبه، لان الحاجه اللي كتكون مولفينا وكنمشيو من لا زون دو كونفور ديالنا ونبغيو نمشيو لحاجه اخرى كتجينا صعيبه وثقيله. فالبدايه بداو بشوي بشوي بشوي، وكونوا متاكدين ان كل شيء كيتغير. فملي كتحل على راسك واحد البوابه صغيره كيبان لك النور والضوء كيدخل وكل شيء كيبدا يبان من بعد. غير بداو غير بداو غير بداو. لا فيديو ديال اليوم سالات، نتمنى تكونوا استفدتوا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.